سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه تطورات المشهد الميداني في محافظه شبوه. منعت قوات النخبة الموالية للإمارات مرور لجنة التحقيق في التفجيرات التي طالت أنبوبي النفط والغاز بشبوة عبر إحدى نقاطها بمديرية حبان. وكانت اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة محمد بن عديو قد نزلت للتحقيق في مناطق وقوع التفجيرات، لكن قوات النخبة الشبوانية منعت مرورها في نقطة الرمضة وأجبرتها على العودة إلى مدينة عتق مركز المحافظة. وبحسب بيان اللجنة فإن هذه اللجنة أخطرت الجنود في النقطة بأنها في مهمة رسمية، إلا أن الجنود رفضوا مرورهم بدعوى أنه ليس لديهم تعليمات تسمح لهم بالمرور. هذا وأفادت مصادر محلية بعودة التوتر إلى المحافظة عقب قيام قوات النخبة الموالية للإمارات بحشد قواتها إلى المدخل الشرقي لمدينة عتق. في هذه الحلقة نتساءل، هل تتجه الأوضاع نحو الانفجار نتيجة التصعيد المستمر من قبل القوات الموالية للإمارات؟ وما الذي تبحث عنه هذه القوات في محافظة شبوة؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. يبدو أن محافظة شبوة تدخل أكثر فأكثر إلى قلب الصراع المحتدم بين الشرعية اليمنية والقوات التابعة للإمارات، ذلك ما تكشفه الأحداث المتلاحقة التي تتجه نحو الانفجار الكبير وإن بدا مؤجلا لبعض الوقت. آخر ما استجد في المحافظة الواقعة شرق اليمن منع للجنة المكلفة من قبل المحافظ بالتحقيق في التفجيرات التي طالت أنبوبي النفط والغاز بشبوة. وبحسب بيان للجنة فإن قوات النخبة الشبوانية منعت مرورها عبر إحدى النقاط بمديرية حبان رغم إخطار اللجنة لأفراد النقطة بأنها في مهمة رسمية، إلا أن الجنود رفضوا مرورهم بدعوى أنه ليس لديهم تعليمات تسمح بذلك. مصادر محلية قالت إن قوات النخبة الموالية للإمارات تقوم بحشد قواتها إلى المدخل الشرقي لمدينة عتق، وهو ما يراه البعض توجها جديدا لتفجير الوضع عسكريا. قوات الأمن هي الأخرى تؤكد أنها تلقت أوامر عليا بالاستعداد للتصدي لأي هجوم محتمل من قبل قوات النخبة. يأتي هذا بعد أسبوع واحد من اتفاق التهدئة الذي أعلنته اللجنة الأمنية في المحافظة عقب مواجهات اندلعت بين القوات الحكومية وقوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا مستشار محافظ محافظة شبوة سيد محسن الحاج. سيد محسن مساء الخير. مساكم بالنور أنتم والمشاهدين جميعا. أهلا بك سيد محسن. إذن هناك تطورات كما يبدو في محافظة شبوة، آخرها منع اللجنة المكلفة من المحافظ للتحقيق في مناطق وقوع التفجيرات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية. يعني لماذا منعت قوات النخبة الشبوانية هذه اللجنة من الوصول لمناطق التفجيرات والتحقيق في الواقعة؟ حاولت اللجنة مباشرة عملها، لكنها تفاجئنا في وقت الظهيرة. وهذه اللجنة تصدر بيان تشرح فيه انها منعت من المرور للعمل من اجل تنفيذ مهنتها، وقد سلمت تقريرها للمحافظ ووضحت فيه اللجنه منع من قبل النخبه في مدينه حبان وعادت المدينه الى عاصمه المحافظه عتق. نعم، لكن يعني ما حدث اليوم بمساله منع هذه اللجنه، يعني هل هو حادث عرضي بمعنى انه سيتم حله ب يعني التواصل بين الطرفين، ام انه يمكن القول انه بدايه لتصعيد اخر في المحافظه؟
نعمل ان تحل هذه الاشكاليه، ويقوم المحافظ بالتواصل مع الجهات المعنيه. اقصد منذ الصباح وحتى الان لم تتبين المبررات فيما حصل، و يعني ما هو السبب، والى اين توصل كلا الطرفين في هذه المشكله التي حدثت صباح اليوم؟ يعني هل حلت تماما ام ان الامر يعني سياخذ منحى اخر؟ تقرير اللجنه الذي رفع الى الاخ المحافظ حدد فيه سبب المنع، ووضحت اللجنه انهم منعوا من المرور حسب ما ورد في التقرير، انه لم ياتي امر عملياتي بمرور اللجنه لتنفيذ مهمتها، وبذلك عادوا اللجنه الى عاصمه المحافظه، ونامل ان يتم التفاهم والتواصل من الاخ المحافظ مع قاده التحالف في بلحه. نعم. ونعمل ان يحل هذا الاشكال باذن الله تعالى خلال اليومين القادمين باذن الله. نعم، اذا نامل ذلك. نعم. ولكن يعني لو اتينا بالحديث عن الحل الذي قامت به لجنه وساطه ما بين يعني النخبه والقوات الحكوميه في المحافظه، هل نستطيع القول بان يعني ما تم التوصل إليه حتى الآن يمكن القول من خلاله بأنه انتهت يعني مشكلة شبوة ما بين القوات الحكومية وقوات النخبة، وبالتالي يعني ما يحصل اليوم هو فقط يعني أمور بسيطة قد تحل من قبل المعنيين وأصحاب القرار؟ هناك لجنة وساطة بين في لجنة وساطة للتهدئة فيما حصل. نعم. وأبناء شبوة، كل العقلاء من أبناء شبوة يجمعوا على 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 رفض أي فوضى في المحافظة، ويرفضوا أن تتحول شبوة إلى ساحة صراع. وكل العقلاء من أبناء المحافظة أجمعوا على هذا الرأي. نعم. وباذن الله ستنتهي هذا الاشكال بتعاون كل ابناء المحافظه الى جانب السلطه المحليه والجهات الامنيه، ونعمل بل نتيقن ان ابناء شبوة سيكونون على مستوى المسؤوليه وسيرفضون او لن يسمحوا بان تتحول شبوة الى ساحه لتسليم الصراع. نعم، يعني أنتم تتوقعون بأن ما حققته لجنة الوساطة بين الطرفين يعني هو بمثابة حل، أن لا تعود المواجهات مرة أخرى للمحافظة؟ وأيضا يعني لاحظتم أن هناك جدية أيضا من قبل النخبة في عدم جر المحافظة إلى أتون مواجهات أخرى؟ هو ما حصل هي عباره عن اشتباكات وسوء تفاهم بين القوى الامنيه والنخبه، لكن مثل ما قلت لك ابناء شبوة العطلاء الى جانب السلطه المحليه والجهات الامنيه وشخصيات شبوة الاجتماعيه بكافه توجهاتهم السياسيه والاجتماعيه يرفضون ان تتحول شبوة الى ساحه صراع. لذلك هنا في شبوة شبه اجماع على ان لا تتحول شبوة الى ساحه صراع، وسيحل هذا الاشكال في اطاره، واللجنه الوساطه ما زالت مستمره في عملها، وباذن الله ستنتهي هذا الاشكال وهذا الكلام. وضحت الصوره، شكرا لك سيد محسن الحاج مستشار محافظ محافظه شبوة، كنت معنا من شبوة. وأرحب بضيفي من نيويورك المحلل السياسي سيد إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك سيد إبراهيم، يعني كيف تتابع مستجدات الأوضاع في شبوة التي شهدت أحداث ساخنة خلال الأيام الماضية؟ أنا في اعتقادي أن الأمر بات واضحا، أن الإمارات والقوات التابعة للإمارات تستهدف محافظة شبوة لأنها محافظة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية النفطية. يعني هناك يعني آبار وقطاعات نفط موجودة في
شبوة، وأيضا هي طريقة أنبوب النفط من محافظة مأرب يمر من تلك المنطقة. فلذلك الإمارات تود أن تخلق الشرعية من هذه الطريقة، وهناك يعني دعم كبير للانفصال من قبل الإمارات العربية المتحدة، وهذا يجب أن نتوقف عند هذا الخبر. يعني أنا في اعتقادي أن لجان الوساطة هي اللجان التي تشرعن الجرائم والانقلابات. لماذا نحتاج إلى وساطة بين ميليشيات خارجة عن القانون وبين الحكومة الشرعية؟ يعني هذا كلام لا يجب أن يكون منطقيا. يعني الخبر كان يجب أن توجه الرسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها هي من أنشأت تلك الميليشيات وتمولها وتشرعن لها وهي من تحارب الشرعية. فلذلك طيب يعني سيد إبراهيم ولو قاطعتك هنا، يعني دعني أن أكون هنا ناقل لما يقال من الطرف الآخر بأن ما يحدث في شبوة يعني هي قوات النخبة الشبوانية من أبناء المحافظة، وأنهم يعني يرفضون القوات القادمة من خارج المحافظة، والتي يعني كما يقولون بأنها تدين بالولاء لعلي محسن الأحمر ومن هذه القصص. يعني كيف تنظرون لهذا الطرح؟ أنا في اعتقادي أنه نفس الطرح الذي شرعنا لإنقلاب ميليشية الحوثي في مناطق الشمال، وهو نفس الطرح الذي شرع للقاعدة وللميليشية الإرهابية، يجب أن لا نقبل بسياسة الغاب، وأن كل أبناء محافظة. نحن لسنا في دولة فدرالية الآن، ونحن في سلطة يعني محلية موجودة بقوة في المحافظة. إذا كنا نتحدث على أن كل أبناء المحافظة أن يحكموا محافظتهم، فليتم ذلك في إطار الدولة، في إطار النظام المحلي، في إطار الشرعية، لا أن يتم بميليشيات. ومن منذ متى أن الميليشيات هي من تحكم على الأرض؟ يعني من يحمل السلاح ومن يفرض إرادته على الأرض. إذا كانت الأمور تمشي بهذه الطريقة، فنحن نتكلم على دولة متفالتة، نتكلم على ميليشيات من لديه القوة واستطاع أن يجلب بعض الدعم الداخلي والخارجي أن يسيطر على منطقته. هذا ليس منطقة، بمعنى شكل الحكم وشكل الدولة لا تحدده الميليشيات، وإنما تحدده الدولة ذاتها. نعم، وهناك أطر يجب العمل من خلالها، أطر سياسية سلمية وليس بطريقة حمل السلاح والعنف. ثانيا يا أخي، منذ فترة والحكومة الشرعية تعرف ذلك، أنه هناك رصد لمعسكرات تدريب في مختلف مناطق منطقة شبوة من أجل السيطرة على قطاع النفط، ومن أجل السيطرة على المحافظة، ومن أجل محاربة القوات الشرعية والمعسكرات الموجودة هناك وإخراجها يعني من المحافظة. هناك رصد وهناك مدرعات، حوالي 25 مدرعة أتت من الإمارات لهذه القوات من أجل يعني الانقلاب على معسكرات الشرعية والسيطرة على قطاع النفط. يعني والحكومة الشرعية تدرك ذلك تماما منذ شهر مارس ولم تحرك ساكنا. يجب أن يخاطب النظام الإماراتي بشكل مباشر، كونه من يمول هذه الميليشيات السلاح والمال والتحركات. يعني السلام على غير الضيف لا يجب أن يتم في هذه المسألة. عدونا الأكبر من يمول الإرهاب الآن والانقلابات في محافظة الجنوب وبوجه التحديد في محافظة شبوة هو النظام الإماراتي. يجب أن نخاطبهم بشكل مباشر، ويجب أن يتحملوا المسؤولية بشكل مباشر عن أي دماء تسيل، عن أي يعني حرب ضد الحكومة الشرعية. هم من يتحملوا كل النتائج بشكل مباشر. فلذلك يجب أن ننسى موضوع اللجان التي أعطت الحوثيين شرعنا والدخول إلى المناطق الشمالية والانقلاب على النظام وعلى والدخول إلى صنعاء. فلذلك أنا في اعتقاد اليوم يجب أن نخاطب من يدعم هذه الميليشيات. طيب يعني سيد إبراهيم، يعني بمسألة مخاطبة من يدعم هذه الميليشيات، ألا يكون ما يحدث حاليا في شبوة هو نوع من الضغط على الشرعية من أجل القبول بتسويات معينة كانت قد رفضتها في فترة معينة، وبالتالي ما يحدث اليوم هو ضغط من أجل يعني قبول الشرعية و يعني الجلوس مع الطرف الإماراتي وطرف التحالف في القبول بأمور معينة؟
طبعا هذا الامور اصبحت واضحه. الامارات والسعوديه تخير الحكومه الشرعيه بين خيارين، اما ان تعطونا عقود طويله المدى في اولا السيطره على الجزر اليمنيه بما فيها الجزر في البحر الاحمر وجزيره سقطرى، ثانيا يعني مد انبوب النفط من محافظه حضرموت والمهره. انبوب النفط نتحدث عن انبوب النفط السعودي التي كانت تطمح اليه السعوديه منذ عقود، ومن ثم يعني نبعد هذه الميليشيات من طريقكم، وهم يستهدفون ذلك منذ انطلاقة الحرب على اليمن. هم يريدون السيطرة. يعني تعتقد ان كل ضغوطاتهم يعني تتجه في جانب اقتصادي فقط، ولا توجد جوانب سياسية او اخرى او ما شابه؟ يعني كل ما او كل الخلاف او كل الضغط على الحكومة هو يذهب باتجاه اقتصادي؟ لا لا لا، هذا ليس صحيح. الجوانب لها جوانب سياسية وجوانب اقتصادية وجوانب عسكرية، كما بات واضحا انه عندما حاول الشعب طرد ميليشيات وقوات الامارات من سقطرى منذ اشهر، يعني بدل ان تذهب تلك القوات وتخرج من الجزيرة، جلبوا قوات عسكرية سعودية. يعني الهدف منه السيطرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا. اليمن يقع في أهم الممرات العالمية، فلذلك أنا في اعتقادي أنهم يخيرون الحكومة الشرعية بين خيارين، إما التنازل عن السيادة ويعني إبرام عقود طويلة المدى مع النظامية السعودي والإماراتي، أو القبول بالانفصال. والانفصال يعني أنه الميليشيات الجديدة التي تمول من قبل الإمارات السعودية في الجنوب ستبرم أي صفقات مع نظامي السعودي والإماراتي من أجل الانفصال، وهذه الصفقات ستكون يعني تسليم كما ذكرت مسبقا أهم المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر وفي البحر العربي من خلال تسليمهم عقود طويلة المدى في سقطرى وفي مناطق أخرى و على الشواطئ اليمنية. نعم. وهم يخيرون الشرعية بهذا الخيار. طيب يعني ما الذي بيد الشرعية أمام هذا الضعف الذي تعيشه، والذي يعني بات واضح لدى الجميع؟ يعني ما الذي بيدها اليوم أمام كل هذا الضغط ويعني عدم التكافؤ بالقوة أساسا؟ أنا في اعتقادي أن الحكومة الشرعية قد انتهت، والتعويل عليها شيء من الخيال. نعم. هم أصبحوا الآن مجموعة من اللصوص الهاربين خارج البلد، لا يبحثون إلا على الأموال وغير ذلك، يبحثون عن استعادة الوطن، ولذلك لن تسمع أي تصريح من أي مسؤول يعني له قرار سياسي في اليمن، من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية إلى الرئاسة إلى مجلس الوزراء، فلذلك لن يتحدثوا. وإذا لم تستطع إذن على من يعول اليوم؟ أنا في اعتقادي التعويل الوحيد هو على الحراك الشعبي والمجتمعي. الاحتلال والانقلابات لا تطرد من خلال الأدوات السياسية، وإنما من خلال الأدوات الشعبية والانتفاضة الشعبية، وهذا الحل الوحيد بالنسبة لليمنيين. الحكومة الشرعية أصبحت كالشوكة في الحلق، يعني لا يستطيع اليمنيون أن يتقدموا وأن ينتجوا شرعية جديدة بسبب اعتراف المجتمع الدولي بهذه الشرعية القائبة عن الواقع، وبسبب انه لا تستطيع انشاء يعني حركه جديده. لكن تاريخيا في كل مكان وفي كل الحركات الشعبيه والانقلاب ودحر الاحتلالات والانقلابات، لا تتم هذه الامور الا من خلال حراك شعبي مجتمعي وانتفاضه شعبيه. نعم. لاخراج كل هؤلاء المجرمين والقتله من المراكز القياديه والسياسيه. طيب سيد ابراهيم، ما الذي تتوقعه فيما يتعلق بشبوه في قادم الايام؟ الشبوة يجري هناك مخطط إماراتي للانقضاض على يعني كما حدث في مناطق أخرى من اليمن، كما نفس سيناريو الحوثيون. هو أولا تدريب، هناك كما ذكرت 5 معسكرات تدريبية الآن قائمة في محافظة الشبوة، في عسيلان، في الجبل الأبيض، في بيحان، في مناطق أخرى، من أجل أولا السيطرة على قطاع النفط، وهذا مهم جدا. ثانيا محاولة يعني إخراج القوات الشرعية من هناك والمعسكرات. هذا ما سيحدث في الأيام القادمة. طيب سيد إبراهيم، يعني هل نستطيع القول بأن شبوة اليوم نموذج قد يتكرر
في محافظات أخرى أيضا فيها ثروات كحضرموت ومحافظات أخرى يعني مقارنة بما حدث في شبوة، بينما يعني بمعنى أنه يعني اليوم في شبوة وغدا في محافظة أخرى، وهذا ما هو مخطط له في قادم الأيام؟ طبعا أنا لدي معلومات دقيقة جدا أن هناك مخطط للانقلاب على الشرعية في كامل المناطق الجنوبية وطرد المعسكرات كما حدث في مناطق الشمال. هنا المشكلة، هناك أيضا صراع ثاني بين 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 قوات التحالف، قوات الإمارات والسعودية على السيطرة على المناطق معينة. يعني السعودية تود الحفاظ وبقاء حضرموت والمهرة تحت سيطرتها، الإمارات تود أيضا السيطرة على هذه المناطق. هناك صراع أيضا داخلي بين القوات الإماراتية والسعودية على السيطرة على مناطق معينة. فلذلك أنا في اعتقادي أن الشبوة سيكون ليس فقط منطقة صراع بين الحكومة الشرعية والميليشيات المؤمنة من الإمارات، وإنما أيضا صراع بين السعودية والإمارات على من يحكم هذه المنطقة ومن هي القوات التي ستسيطر عليها ومن تتبع ومن يمولها. هناك صراعات مختلفة داخل المناطق الجنوبية، وذلك بسبب ضعف الشرعية، بسبب تمويل الميليشيات من قبل نظامي المملكة العربية السعودية والإماراتي، وبسبب أن هناك لا يوجد أي حراك شعبي مستمر من أجل إيقاف كل تلك المهزلة والسيطرة على الأراضي اليمنية دون أي مجابهة تذكر. نحن أمام يعني تصعيد جديد، خيارين جديدين، إما أن ترضخ الشرعية لمخطط الإمارات والسعودية في الجنوب، أو أنها ستقابل بالانفصال، وهذا يعني تسليم كل المناطق إلى السيادة الإماراتية والسعودية. وهناك أين السؤال، أين الشعب من كل هذه المهزلة ومن كل هذا التفريط والتشتير بحق اليمنيين ككل شمالا وجنوبا؟ ربما المسألة الجنوبية هي المهمة، وربما استطاعوا من خلال القضية الجنوبية العادلة الدخول إلى هذا المكان، ليس فقط لاستعادة الدولة الجنوبية وإنما من أجل السيطرة عليها من خلال هذه القضية العادلة. فلذلك هم كما ذكرت يعني يحاولون السيطرة على اليمن من الناحية السيادية والسياسية والاقتصادية والاقتصادية. نحن أمام مرحلة جديدة، يجب أن يكون هناك وعي شعبي من أجل الانتفاضة ضد كل تلك المؤامرات التشطيرية ضد الوطن شمالا وجنوبا، من أجل استعادة الشرعية والجمهورية. ولا نتكلم على شرعية الفنادق، نتكلم على الشرعية اليمنية التي تستمد شرعيتها من الشعب اليمني. نعم. وليس من أروقة الفنادق. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد إبراهيم قعطبي، كنت معنا من نيويورك، وأشكر أيضا ضيفي مستشار محافظ محافظة شبوة سيد محسن الحاج. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.